السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله نتعلم مع بعض ازاي نشغل متصفح جوجل كروم على ويندوز 7 بعد انتهاء الدعم، طبعا باستخدام اسهل طريقة. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها بإذن الله ان احنا نفتح المتصفح بتاعنا من على اي جهاز، سواء كان جهاز كمبيوتر تاني او من على جهاز تليفون او من على جهاز تابلت، طبعا لان انت من على ويندوز 7 مش هتقدر تفتح الانترنت، تمام؟ فانا عشان مش معايا تليفون فهفتح من على الكمبيوتر الخاص بيا، لكن ممكن تعمل نفس الخطوات ديت من على جهاز تليفون. هتبدأ تضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه ليك في قلب صندوق الوصف، تضغط على انتر من لوحة المفاتيح او تضغط من التليفون الخاص بيك. هتظهر معاك الصفحة ديت، دي صفحة القناة بتاعتنا على الفيسبوك. هتبدأ تضغط على علامة الغلط اللي هنا دي، وبعد كده هيبدأ يظهر ليك الرابط ده، هتبدأ تضغط عليه. أنا انتظر الحديث ما يحمل معانا الرابط، وبعد كده نبدأ نضغط على السهم المنسدل ده ونبدأ نضغط على كلمة تنزيل. طبعا هيظهر معايا الرابط بالصورة ديت، هيبدأ يقول لي تنزيل. طبعا الملف لا يوجد فيه أي فيروسات، أنا فحصته بأكتر من برنامج من برامج الحماية، وبعد ما تنزله حضرتك افحصه مفهوش أي مشكلة خالص. هتبدأ تضغط على كلمة تنزيل، هيظهر معاك الملف بالصورة ديت، هتبدأ تحمله. طبعا هتحمله سواء كان من على تليفون أو سواء كان من على كمبيوتر أو من على تابلت. طبعا أنا الملف محمله فهوقف عملية التحميل. بعد الانتهاء من تحميل الملف هيظهر معاك الملف المضغوط ده، تبدأ تفك الضغط عنه، تمام؟ أنا انتظر لما يتم فك الضغط عن الملف. طبعا ده عبارة عن نسخة جوجل كروم بس نسخة محمولة. هنبدأ ناخد الملف ده، وكون حضرتك حاطط فلاشة في قلب جهاز الكمبيوتر الخاص بيك، تبدأ تعمل له عملية نسخ. يعني هنبدأ ننقل الملف ده على الفلاشة الخاصة بينا. أنا أنتظر طبعا لحين الانتهاء من نقل الملف. بعد كده حضرتك هتتوجه للجهاز اللي هو عليه ويندوز 7، تبدأ تفتح ماي كمبيوتر. طبعا هتكون مركب الفلاشة اللي احنا حملنا عليها نسخة جوجل كروم نسخة محمولة. تبدأ تفتح الفلاشة، تبدأ تاخد الملف نسخ وتجي تضعه على سطح المكتب، تعمل له لصق. أنا أنتظر طبعا لحين الانتهاء من نقل الملف. بعد الانتهاء من نقل الملف هيظهر عندي على سطح المكتب بالصورة ديت، تمام؟ هتبدأ حضرتك تاخد نسخة منه لسطح المكتب. كل اللي انت هتعمله هتعمل ارسال الى سطح المكتب، تمام؟ انشاء اختصار، تقفل الملف، تبدأ بقى تحط الملف ده في اي مكان حضرتك حابب تشيله فيه. هيصبح عندي اختصار على سطح المكتب لجوجل كروم، اضغط عليه. هتلاقي حضرتك المتصفح بتاع جوجل كروم فتح معاك بمنتهى البساطة. هتبدأ تضغط على كلمة البدء، تضغط على البدء، تمام؟ وبعد كده التالي، وبعد كده التالي، تمام؟ وبعد كده نعمل تخطي، تمام؟ وبعد كده تبدأ بيقول لك انت عايز تعمل مزامنة، قول له لا شكرا، تمام؟ هيفتح معاك المتصفح بتاع جوجل كروم بمنتهى البساطة. لو طلب منك ان انت تسجل دخول بالحساب بتاعك او بالايميل بتاعك مفيش اي مشكلة خالص. هبدأ عشان اجرب الجوجل كروم هفتح اللي هو اليوتيوب، هضغط على اليوتيوب وانتظر طبعا لما صفحة اليوتيوب تحمل معايا.
زي ما حضرتك شايف كده صفحة اليوتيوب فتحت معايا، هبدأ أجرب في خانة البحث أكتب كلمة عالم عالم الكمبيوتر والبرامج، القناة الخاصة بينا زي ما حضرتك شايف كده، هبدأ أضغط على الأيقونة. تمام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر زي ما حضرتك شايف فتحت معايا. لو أنا حبيت أشغل فيديو من الفيديوهات اللي أنا عاملها على القناة، مكتوب على وشي تعال زي ما حضرتك شايف كده الفيديوهات بتشتغل. طب اكلم طبعا زي ما حضرتك شايف الفيديو فتح والمتصفح شغال مفيهوش أدنى مشكلة. طبعا بكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد، ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.